بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض، لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد، سبحانك وبحمدك أنت الإله الرب وكل أنت الإله الرب وكلنا لك عبد، سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك أنت الغافر ونحن المسيئون، أنت المالك ونحن المملوكون، أنت العزيز ونحن المذلولون، أنت الرازق ونحن المرزوقون. نسألك يا إلهنا يا ملك يا حق يا مبين، يا حليم يا رحيم، يا كريم يا كريم يا كريم يا شفيع يا غفور يا ناظر يا ناظر يا مطلع إلى السرائر، يا غافر يا قاهر يا راحم، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، 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 لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بتقصيرنا في جنابك، إلهنا ما أطعناك حق طاعتك، ما تقربنا إليك حق قربك، إلهنا لكننا أطعناك في أحب الأشياء إليك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نشهد أن نبينا محمدا عبدك ورسوله، إلهنا أتراك معذبا بنار فمن وحدك، أتراك معذبا بنار فمن وحدك، أتراك معذبا بنار فمن امتلأ قلبه بحبك ولهج لسانه بذكرك ولهج لسانه بذكرك، يا حنان يا من Oh,
ولا فتنة مضلة يرحمها.